نمشم بتنين شو بعمل؟ باي تينا، شوفك بعدين، اوكي؟ هاي، كيفكن؟ ماشي الحال؟ بتعرفوا تينا كانت عم تخبرني انه ولادها كثير بعزبوها بالسيارة وهي عم تسوق، فهيدي مشكلة بتصير معنا كلنا، حتى فيها خطر كبير، حتى في ناس تعمل حوادث سير من ورا ولاد عم بيتخانقوا بالسيارة. قبل ما نمشي بالسيارة، لازم نتأكد انه الكل قاعد محله وحط حزام الأمان حتى نحافظ على سلامة ولادنا. وبعدين بدنا نخبر ولادنا انه وقتها بدجوا كتير بالسيارة احنا رح نوقف السيارة على جنب، ولما بيروقوا نرجع نمشي، ونحنا لازم نطبق شو منقول. فكل مرة ببلشوا يتخانقوا او يعملوا ضجة كتير بنوقف السيارة على جنب وبننطر من دون ما نقول اي كلمة، ومنعيد هالشي حتى ولادنا يتعلموا. بالوقت يلي عم نطبق هالنصيحة خلينا نعطي حالنا وقت زيادة لمشاويرنا، يعني نمشي قبل بوقت من البيت. ما تفشلوا قوام، بل ثابروا، وأكيد رح تلاقوا نتيجة. باي باي.